بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى إخباراً عما أكرم به آدم عليه السلام بعد أن أمر الملائكة عليهم السلام بالسجود له، فسجدوا إلا إبليس، إنه أباحه الجنة، الله عز وجل أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغداً، أي هنيئاً واسعاً طيباً. وروى الحافظ أبو بكر بن مردايا رحمه الله من حديث محمد بن عيسى الدامغاني: حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت آدم نبيًا كان؟ قال: نعم، نبيًا رسولًا كلمه الله قبل، فقال: أسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم، هي في السماء أم في الأرض؟ والأكثرون على الأول، يعني في السماء. وحكى القرطبي رحمه الله عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، والمعتزلة طائفة ضالة والقدرية كذلك. فالجنة التي أسكنها آبونا آدم عليه السلام في السماء، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء عليها السلام خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق رحمه الله حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى قوله: إنك أنت العليم الحكيم. قال: لما ألقيت السنة، أي النعاس، على آدم، فلم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه، أي ضلعاً من أضلاع آدم عليه السلام من شقه الأيسر، ولأم مكانه لحماً، وآدم نائم لم يهب من نومه، حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء عليها السلام، فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة، أي النوم النعاس، وهب من نومه، رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمي ودمي وروحي. فسكن إليها،
فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبل: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة كما قال السدي في تفسيره، ذكره عن ابن مالك عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم. أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشًا ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة عليهم السلام ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي. قال الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأما قوله ولا تقربا هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم عليه السلام، وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. فقال السدي رحمه الله عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم، يعني العنب. وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعد بن هبيرة ومحمد بن قيس رحمهم الله. وقال السدي رحمه الله أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: ولا تقربا هذه الشجرة هي الكرم، يعني العنب، وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة، يعني الحنطة. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي السنبلة، أي الحنطة. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن رجل من أهل العلم لم يذكر اسمه عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي البر، أي الحنطة. وقال ابن جرير رحمه الله: وحدثني المثنى ابن إبراهيم، حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا القاسم، حدثني رجل من بني تميم لم يذكر اسمه أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام والشجرة التي تاب عندها آدم عليه السلام، فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، يعني حنطة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم عليه السلام وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن الدثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهم الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه لم يذكر اسمهم، عن وهب بن منبه أنه كان يقول: هي البر،
ولكن الحب منها في الجنة ككلى البقر، يعني مثل كلية البقرة، يعني كبير، ألين من الزبد وأحلى من العسل. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن حسين عن أبي مالك رحمهم الله: ولا تقربا هذه الشجرة، قال: النخلة. وقال ابن جرير رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: ولا تقربا هذه الشجرة، قال: تينة، شجرة تين. وبه قال قتادة وابن جريج رحمهم الله. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: كانت الشجرة من أكل منها أحدث، يعني تغوط، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرزاق رحمه الله: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال: سمعت وهب بن منبه رحمه الله يقول: لما أسكن الله آدم عليه السلام وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة، وكان الشجرة غصونها متشعب بعضها من بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة عليهم السلام لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم عليه السلام وزوجته. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم عليه السلام وزوجته عن أكل الشجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. فنقول: الله أعلم، ما ندري ما هي تلك الشجرة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره، لم يضره جهله به، والله أعلم. وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسيره وغيره، وهو الصواب. نقول: الله أعلم ما كانت تلك الشجرة، ما ندري، الله أعلم. وقوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال حمزة وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود: فأزالهما، أي فنجاهما. ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين، على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة رحمهم الله: فأزلهما، أي من قبيل الزلل. فمعنى هذا يكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها، أي بسببها، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كانا فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب الواسع والرزق الهني والراحة. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال، إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله من السلف كالسدي بأسانيده رحمه الله وأبي العالية ووهب بن منبه رحمهم الله وغيرهم، هاهنا أخباراً إسرائيلية، يعني عن أخبار بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل إذا وافق الكتاب والسنة يقبل، وإذا خالف لا يقبل، وإذا كان لا يعلم يعني يحكى ولكن لا يعتمد عليه، لأنهم غيروا وبدلوا.
أخبارًا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس، وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها هاهنا، والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله هاهنا: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم عليه السلام رجلاً طوالاً، أي طويل القامة كثير الشعر الرأس، كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدأ منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد، يعني يجري في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن عز وجل: يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا، ولكن استحياء. قال: وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومشي سنة 54 و200 من الهجرة، حدثنا سليم بن منصور بن عمار، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ذاق آدم عليه السلام من الشجرة فر هارباً، فتعلقت شجرة بشعره، فنودي: يا آدم أفراراً مني؟ قال: بل حياءً منك. قال: يا آدم أخرج من جواري، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقاً ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. هذا حديث غريب وفيه انقطاع، أي سقط من سنده راوي، بل إعضال، أي راويين، بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن بالوية عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقال عبد بن حميد رحمه الله في تفسيره: حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال: ليث لبث آدم عليه السلام في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 30 و100 سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس رحمهم الله قال: خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10، وأخرج آدم معه، فأخرج آدم معه غصناً من شجر الجنة، على رأسه تاج من شجر الجنة، وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال سدي رحمه الله قال الله تعالى: فهبطوا منها جميعاً، فهبطوا، فنزل آدم عليه السلام بالهند، ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة، فبثه بالهند، فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم عليه السلام، وإنما قبضها آدم أسفاً على الجنة حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهبط آدم عليه السلام من الجنة بدحنى أرض بالهند. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنى بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: أهبط آدم
عليه السلام بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال، وهبطت الحية بأصبهان، رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهبط آدم عليه السلام بالصفا، وحواء عليها السلام بالمروة. وقال رجاء بن سلمة رحمه الله: أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطئًا رأسه، أي راخٍ رأسه، وأهبط إبليس مشبِّكًا بين أصابعه رافعًا رأسه إلى السماء. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال عبد الرزاق رحمه الله قال معمر: أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى رضي الله عنه قال: إن الله جل وعلا حين أهبط آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء، وزوده من ثمار الجنة، فثماركم فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير، وتلك أي التي في الجنة لا تتغير. وقال الزهري رحمه الله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، رواه مسلم والنسائي رحمهم الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وقال فخر الدين: اعلم أن في هذه الآيات تهديداً عظيماً عن كل المعاصي من وجوه: الأول أن من تصور ما جرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل، أي خوف شديد من المعاصي، فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي. فأبونا أخرج من الجنة بسبب معصية، فعلينا أن نعتبر ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الشاعر: يا ناظرًا يرنو بعيني راقدٍ، ومشاهدًا للأمر غير مشاهدٍ، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنبٍ واحد؟ الله أكبر، الله أكبر. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ الله أكبر. اللهم ارحمنا، اللهم استرنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قال فخر الدين عن فتح الموصلي رحمهم الله أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة، فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت زوجة آدم عليه السلام التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف يمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طرداً قدرياً؟ والقدر لا يخالف ولا يمانع. فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام في الأرض لا في السماء، وقد بسطنا هذا في أول كتاب البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرمًا، فأما على وجه الردع والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية، دخل إبليس في فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة.
وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي رحمه الله هاهنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك، فأجاد وأفاد رحمه الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين. يجب دائما نعتبر ونذكر ما حصل لأبينا آدم عليه السلام، وقد تاب وتاب الله عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا واهدنا وثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. روى هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني أنها قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فينبغي أن ندعو بهذا الدعاء ونتوب إلى الله. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عن رجل من بني تميم لم يذكر اسمه، قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته، قلت ما الكلمات التي تلقى آدم عليه السلام من ربه؟ قال علم آدم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير لم يذكر اسمه، وفي رواية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم عليه السلام يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفر لي. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وقال السدي رحمه الله عمن حدثه لم يذكر اسمه عن ابن عباس رضي الله عنهما فتلقى آدم من ربه كلمات، قال قال آدم عليه السلام يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت كرمتك رحمتك وغضبك؟ قيل له بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له بلى. قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجع إلى الجنة؟ قال نعم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. فعلينا دائما أن نتضرع ونتذلل ونتواضع بين يدي الله ونطلبه المغفرة رحمن وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، ورواه الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله هاهنا حديثا شبيها بهذا، فقال حدثنا علي بن الحسن ابن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال آدم عليه السلام: أرأيت يا ربي إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات: اللهم اغفر لنا وأدخلنا الجنة برحمتك وأجرنا من النار جنة الفردوس يا رب. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وفيه انقطاع، أي سقط من سنده راوي. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: إن آدم عليه السلام لما أصاب الخطيئة قال: يا ربي أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله: إذن أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات، ومن الكلمات أيضا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله أنه كان يقول في قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. كقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، اللهم اغفر لنا وتب علينا. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده. لا إله إلا هو التواب الرحيم، الحمد لله. وذكرنا في المسند الكبير من طريق سليمان بن سليم عن ابن بريدة، وهو سليمان، عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أهبط الله آدم عليه السلام إلى الأرض طاف بالبيت سبعا، أي بالكعبة المشرفة، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر ذنوبي، أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. قال: فأوحى الله إليه: إنك قد دعوتني بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعوني به، وفرجت همومه وغمومه ونزعت فقره من بين عينيه، وأجرت له من وراء كل تاجر زينة الدنيا وهي كلمات عهد وإن لم يزدها. رواه الطبراني في معجمه الكبير رحمه الله. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر ذنوبنا، نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم
أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن يتبع هداك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يقول تعالى مخبرًا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال أبو العالية رحمهم الله: الهدى الأنبياء والرسل والبيان عليهم الصلاة والسلام. وقال مقاتل بن حيان: الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن رحمه الله: الهدى القرآن. وهذان القولان صحيحان. وقول أبي العالي: يا عم اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فمن تبع هدايا أي من أقبل على ما أنزلت به من الكتب وأرسلت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلون من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال عز وجل في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. وقد أورد ابن جرير رحمه الله هاهنا حديثًا ساقه من طريقين: عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد رواه مسلم رحمه الله من حديث شعبة عن أبي سلمة به، وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأولى، وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما تقول: قم تأكيد. وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض، والصحيح الأول. والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرًا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيِّجًا أي مرغِّبًا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضًا قوله تعالى ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله. حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابةٌ من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله. إسرائيل يعني عبد الله، لقب بمعنى عبد الله، وهو يعقوب عليه السلام. وقال وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وذكر النعمة شكرها. قال مجاهد رحمه الله نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر أنهارا، وأنزل عليهم المن والسلوى، وأنجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية رحمه الله نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل عليهم الكتب. قلت وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. قال محمد بن إسحاق رحمه الله حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال بعهدي الذي أخذتم في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم، أي تؤمنوا به وتتبعوه. أوف بعهدكم أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر، الأمور الشاقة والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم. وقال الحسن البصري رحمه الله هو قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، النقيب هو المسؤول عن جماعة. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي وقرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال آخرون هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما وهو محمد صلى الله عليه وسلم يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه
غفر له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر الدين الرازي هاهنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية رحمه الله: وأوفوا بعهدي. قال عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعوه. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: أوفي بعهدكم. قال: أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأهلادنا والمسلمين والمسلمات. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله تعالى: وإياي فارهبون، أي فاخشون، اخافوا الله، تجنبوا المعاصي. قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي أنزل بكم ما أنزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره، مسخ اليهود قردة وخنازير لما استحلوا الصيد يوم السبت. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره. والله الهادي لمن يشاء إلى صراط المستقيم، إلى صراطه المستقيم. اللهم اهدنا وثبتنا على الصراط المستقيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولهذا قال تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. مصدقا ماضيا منصوبا على الحال من بما، أي بالذي أنزلت مصدقا، أو من الضمير المحذوف من قولهم بما أنزلته مصدقا. ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل، وهو قوله لما أنزلت مصدقا، يعني به القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي صلى الله عليه وسلم، بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. يقول: لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، ولكن حسدوا وكفروا وضلوا، نعوذ بالله. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله نحو ذلك. وقوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به. قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به ونحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تكونوا أول كافر به، وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيرك. وقال أبو العالية رحمه الله يقول: ولا تكونوا أول كافر به، أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس رحمهم الله. واختار ابن جرير رحمه الله أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت. وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان
لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، يقول لا تعتاضوا من عن الإيمان بآيات وتصديق رسوله بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية. كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رحمه الله عن هارون بن زيد رحمه الله قال سئل الحسن يعني البصري رحمه الله عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، الدنيا بجميع ما فيها قليل لا شيء. وقال ابن لهيعة رحمه الله حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير رحمهم الله في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإن آياته كتابه الذي أنزله إليهم، وإن ثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي رحمه الله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعفر رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمه الله رحمهم الله في قوله تعالى ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا أي بغير أجرة كما علمت مجانا. وقيل معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. وفي سنن أبي داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. إذا تعلم للدنيا لا للإيمان والعمل والآخرة. وأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، إذا لم يوجد غيره فلا يجوز أن يأخذ أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال إذا كان بيت المال يعطيه ما يقوم به حاله وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه، وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء رحمهم الله. كما في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه في قصة اللذيذ، مر جماعة على قبيلة فلم يضيفوهم، فلدغ سيد القبيلة فجاءوا عالجوه بما يعرفون ما نفعه، فجاءوا إلى الصحابة فطلبوا رقية، فقال الصحابي أنا أرقيه ولكن بجعل، تعطونا شيء لأننا تضيفنا وأبيتم عن الضيافة. فرقى بسورة الفاتحة فشفى الله اللذيذ، فأعطوا قطيعا من الغنم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدراك بأنها رقية، اضربوا لي بسهم معكم، فإن كان كما في صحيح البخاري رحمه الله
عن أبي سعيد رضي الله عنه في قصة اللديق: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة: زوجتكها بما معك من القرآن، جعل مهرها أتعليم القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن أحببت قال لمن علم القرآن وأخذ الأجرة، قال له: إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله، فترك. رواه أبو داود. وروي مثله عن أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعا، فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء، منهم أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، على أنه لما علمه لله لم يجد بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح، كما في حديث اللديق وحديث سهل في المخطوبة رضي الله عنهم، والله أعلم. وإياي فاتقون، قال الله عز وجل: وإياي فاتقون. اللهم وفقنا للتقوى يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو عمر الدوري، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب رحمهم الله قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. هذا تفسير التقوى. التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. فعلينا أن نمتثل الأوامر ابتغاء وجه الله، ونحذر المعاصي خوفا من الله. ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل، عن خلط الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية رحمه الله: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل. وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس رحمهم الله نحوه. وقال قتادة رحمه الله: ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، إن دين الله الإسلام، واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك.